رأيك إيه أسباب تلقي الأهلي الهدف الوحيد للوداد رغم تفوق الأهلي تقريبا في معظم أحداث اللقاء؟ يعني اعتقد ان المباراه لو مستر كولر الحقيقه، انا طبعا الفتره اللي فاتت دي انا في رايي ان هو مدرب يعني سوبر تمام. مدرب، يعني صنع الفارق مع النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي في الفتره الاخيره، يعني مدرب سوبر. بس انا النهارده فرقه الوداد معروف ان هي هتيجي تلعب زون نص صح. ملعب، ومش هيعملوا لك كثافه هجوميه، مش هيضغطوك من قدام، هيعملوا مثلا دفاع متقدم ولا لا، هيلعبوا بالشكل ده. اذا بالشكل ده يبقى الثلاثه مروان، هو طبعا مروان طبعا ما حدش هيقدر يجي جنبه لان هو افضل سته ما شاء موجود الله ما دلوقتي. شاء الله عليه. اليو ديانج وحمدي فتحي الاثنين ما ساعدوش النهارده، الاثنين ما ساعدوش في الحاجات اللي هو كان بيشتغلها، هو كان بيفضي حمدي فتحي او بيفضي اليو ديانج عشان يعملوا مساندات هجوميه، النهارده هم ما لهمش تواجد خالص. يعني الشوط الاولاني ما لهمش اي تواجد في المساندات الهجوميه، تمام. فبالتالي طبعا انت خسرت الزياده العدديه اللي كانت المفروض تعملها عشان تجيب جوال في الشوط الاولاني. يمكن احنا طبعا وفقنا ان احنا احرزنا الهدف في اخر الشوط الاولاني، لكن الحقيقه كان مفروض اليو ديانج واحد فيهم يلعب، يعني حمدي فتحي او او اليو اليو ديانج مع واحد فيهم. مروان السوليه عنده حل بقى ايه في التكتلات دي صح وفي الزون نص ملعب، ان هو عنده تسديد وفي نفس الوقت كورته كويسه. يعني السوليه ممكن يفوت من واحد، ممكن يفوت من اثنين وبعدين يسدد، او ان هو يعمل يخش ال 18 ويروح يعمل مسانده هجوميه بشكل كويس قوي. صح. فاحنا النهارده بنعتبر خسرنا الحته ديت. طبعا الحقيقه بالنسبه لحسين الشحات وتاو يعني نجوم سوبر، لكن انا اشوف رغم ان يعني تاو نجم عامل ازاي جوه المباراه وحسين الشحات صانع الهدفين، لكن انا في رايي النهارده من نجوم المباراه مصطفى شوبير. طبعا طبعا مصطفى شوبير ده النهارده شال جون في نجم الشوط من الاول يا جماعه، طبعا صعب طبعا جدا يعني طبعا، كوره هدف. يعني اعتقد ان مستر كوره الحقيقه حضره بشكل كويس قوي نفسيا، حتى المدرب الحراس مش بعد اللي نهاية المباراة في قمة السعادة وراح بيحضنه وراح نجم المباراة لا فعلا. يستحق الهدف اللي استقبله لا مصطفى شوبير لا بصراحه. الحقيقة طبعا الهدف طبعا خطأ من علي معلول الحقيقة، بالخبرة الكبيرة جدا اللي عند علي معلول، ان انا مش مفروض ان انا خطأ في التمريرة الأولانية وبعدين خطأ تاني لما راح للكورة وكمان خدها راح لعبها قصيرة جدا. يعني المفروض علي لا طلعها بقى، في زود القوة بتاعتها تروح نص ملعب، ما تروحش في المنطقة دي خالص. فزي ما بقول لك يعني احنا الهدف يعني يمكن عمل لنا الحقيقة صدمة شوية، لكن انا مع محمد صلاح وبقول ان النادي الأهلي ان شاء الله بإذن الله يقدر هيروح يعمل يقدر، وبكولر وباللعيبه بتاعته يقدروا ان يا هم رب يروحوا ان شاء يعملوا الله، نتيجة ان شاء إيجابية الله هناك يجيبوا لنا بطولة ان شاء جديدة الله. في